المجلس الإقليمي لوادي الذهب صادق خلال انعقاد دورته العادية لشهر يناير الجاري بالإجماع على اتفاقية إطار للشراكة مع الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لإنجاز برنامج من أجل الارتقاء بجودة التعليم بالجهة. يشهد المجلس الإقليمي اليوم لوادي الذهب دورته العادية برسم شهر يناير 2023، والتي شهدت مجموعة من النقاط المختلفة، منها ما هو تربوي، منها ما هو اجتماعي، إضافة إلى أنها تمت اليوم برمجة الفائض الحقيقي والذي بلغ 12 مليون من الدرهم في سابقة من نوعها بإقليم وادي الذهب. الاتفاقية الإطار تهدف إلى وضع أسس التعاون المشترك لإرساء آلية دائمة للتشاور والتنسيق. الشراكة تتوخى كذلك التطوير وتنويع العرض المدرسي تماشيا مع التطورات والتوسع المجالي للإقليم وتمكين الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة من التمدرس. الاتفاقية هي أرضية إن شاء الله للاشتغال المشترك على الرفع من جودة التعلمات على مستوى المؤسسات التعليمية بالإقليم وتفعيل خارطة الطريق بما يلزم من الجودة والدقة. في نفس الحدث صادق المجلس الإقليمي على إعادة تخصيص اعتمادات بقيمة 1,176,177 درهم بميزانية التجهيز للسنة المالية 2022، كما تمت المصادقة بالإجماع على فتح حساب مخصص للنفقات الخاصة ببرنامج أوراش برسم سنة 2023، وكذا برنامج عمل الحساب الخاص لمبلغ تأثير الجمعيات برسم السنة الجارية.